في خرجة إعلامية جديدة يرد فيها على زوبعة فرض وزارته تسقيفا في سن الولوج إلى مباراة التعليم، تمسك شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة بالشروط الجديدة التي فرضتها وزارته لاجتياز مباراة الأساتذة أطر الأكاديميات كبوابة وحيدة للولوج إلى مهنة التدريس. ورفض بن موسى أثناء حلولي في لقاء خاص على القناة الثانية التراجع عن قراره تحديد سن 30 سنة أو إلغاء الانتقاء التي أثار سياء واسعا وأدى إلى احتجاج الطلبة والمعطلين بالمغرب في مسيرات نددت بالقرار. وقال بن موسى: لا بد أن نحدد المدرسة التي نريد، التي تتميز بتكافؤ الفرص والإنصاف والإدماج، وتستهدف تكوين المواطن وتمنح قدرات للتلاميذ ليساهموا في تنمية البلاد. فهذه هي الأهداف التي تنتظر الأسر الوصول إليها، والمباراة تحتاج إلى التميز والتفوق. بن موسى أوضح أيضا عن إصرار وزارته على الشروط الجديدة لولوج مباراة التعليم، الهدف منها تكوين أستاذ يتوفر على مسار مهني مبني على التكوين المستمر والممارسة المهنية الجيدة داخل القسم، وهو المسار الذي وصفه الوزير بالطويل، الذي سيساهم في الرفع من قدرات الأستاذ. وإذ لم يبدأ هذا المسار والأستاذ شاب، فلن يساعدنا ذلك في الحصول على كفاءات ذات الجودة. وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة أكد وهو يبرر قراره الصادم للمعطلين والطلبة أن الأسر المغربية تنتظر الجودة في التعليم. أما حصول الشباب فوق 30 سنة على الشغل فإن الحكومة تعمل عليه بشمولية. والمهم بالنسبة إلى بن موسى ليست الشروط التي أثارت غضب الشارع، بل الأهم هو أن تمر مباراة التعليم في جو من الشفافية وتحقق تكافؤ الفرص والتميز. ونفى بن موسى وجود ما يمنع في القانون من أن تكون هناك شروط جديدة لاجتياز المباراة، وهو الأمر الذي قال الوزير إنه معمول به في عدد من الدول بالعالم، وهي شروط تساعد في التوجه نحو أهداف نبيلة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.